فانت في مرحله الان مفروض ان تجند فيها كل قواك لان تدير المعركه، لانه المعركه دلوقتي معركه اعلاميه سياسيه دبلوماسيه. ثلاث حاجات، يعني معركه اعلاميه سياسيه دبلوماسيه. خلينا بقى الناس تفكر كيف تستغل كل ما لديها من امكانيات للضغط في انك تخرج بشكل يعني تاخد حقك على الاقل، مش هقول لك ان انت تتجاوز ولكن تاخد حقك. خليني اسمع كمان من معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجيه السابق. اهلا بيك سياده السفير. اهلا اهلا يا استاذ محمد. يعني كيف تابعت ما جرى في تركيا اليوم وكيف نستفيد به ونستغله لنخطو خطوه الى الامام في الازمه بتاعه القدس؟ يعني انا بتفق مع كلام حضرتك انه يعني القضيه الفلسطينيه بقى لها فتره طويله لم تشهد مثل هذا الحشد الدولي والتوافق والاجماع على موقف موحد. بالعكس كانت هناك دائما يعني اصوات خافته واصوات صاعده وخلاف، ولكن الان اعتقد ان المجتمع الدولي بكل يعني اتجاهاته سواء كانت غربيه او اسلاميه عربيه اعتقد ان هو في حشد هائل ناحيه دعم القضيه الفلسطينيه وموقف القدس بالذات الموقف القانوني بتاعها. واعتقد انه الخطوه التاليه يجب ان تكون يعني في الامم المتحده نفسها. مجلس الامن طبعا زي ما سيادتك عارف الولايات المتحده هتقبض اي قرار دولي صحيح بالفيتو. الفيتو، ففي حاجه اسمها الاتحاد من اجل السلام، ده حضرتك بتتيح من يعني خلاله ان تنعقد الجمعيه العامه، الجمعيه العامه اللي هي كل دول اعضاء الامم المتحده تنعقد الجمعيه العامه وتاخد قرارات يعني بما ان في توافق دولي بهذا الشكل. والموضوع ده حصل عده مرات، يمكن ثلاث مرات على في تاريخ الجمعيه الامم المتحده، منهم كان ايام سنه 56 ايام العدوان الثلاثي، ايام الاتحاد السوفيتي ما غزا المجر، سيادتك برضه تتذكر هذه الفتره في حاجه 57. وبالتالي انا اعتقد ان التاكيد على فكره الحشد الدولي وعزل القرار الامريكي ووضع الولايات المتحده في موقف يعني الدولة الوحيدة التي يعني أخذت هذا القرار، ولو أن أنا أتوقع أن ممكن يكون في اثنين ثلاثة كمان هياخدوا القرار، ولكن ده مش مهم. لكن واضح أن الإجماع الدولي أمر مهم جدا وفعلا بيسير بشكل إيجابي ومضطرد، وأيضا التأكيد على فكرة الاعتراف بدولة فلسطين على أساس يعني حدود سنة 67 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. بالظبط. وبالتالي انت حضرتك كده وضعت الولايات المتحدة في حصار، يعني انت صنعت واقع امام واقع، يعني هو صنع بقراره واقع وفرضه علينا، فانت النهارده ال 48 دولة دول فرضوا واقع اخر في مقابل الواقع الامريكي الاسرائيلي. ويجب بقى تصعيد هذا الواقع صحيح الى جميع اعضاء الامم المتحدة ما عدا مثلا 33 او 3 انا اتوقع هذا، وبالتالي هيبقى في اجماع دولي، اجماع من اعلى سلطه يعني قانونيه في المجتمع الدولي اللي هي الامم المتحده، وبالتالي اعتقد ده في حد ذاته يكون انتصار دبلوماسي للقضيه الفلسطينيه وللاجماع الدولي في هذا الشان. طيب بشكر حضرتك جدا معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجيه السابق.